للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وائل صفوت، مستشار الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة. دكتور وائل، بعد تحية، بدأ العالم الآن وكما نتابع جميعا يتعامل مع فيروس كورونا كمرض موسمي يستوجب التطعيم، كأنه يعني نزلة برد، ربما تكون نزلة برد عادية إلى حد ما. ما سبب هذا التوجه الذي نجده الآن في معظم دول العالم؟ دكتور وائل. ألو. دكتور وائل، مرة أخرى برحب بحضرتك. أتحدث عن تعامل العالم حاليا مع فيروس كورونا كأنه مرض موسمي بيستوجب التطعيم كأي نزلة برد عادية، يعني سبب هذا التوجه الذي ينتشر الآن في معظم دول العالم في رأيك؟ طبعا هو احنا دلوقتي كورونا دخل عامه الثالث، وبقى اصبح او تحول من وباء الى مرض متوطن، بمعنى زي ما حضرتك كده بتقولي زي الانفلونزا، بقى متوطن في اغلب الشعوب. طبعا اوميكرون، وكما توقعت منظمه الصحه العالميه بعد اسبوع او اتنين من انتشاره في العالم، ان هو هيبقى بينتشر بشكل كبير فيصيب عدد كبير من الناس، وطبعا هيبقى اشبه بتطعيم، او هيبقى الاصابه تبقى تخلي فيه اجسام مضاده عند بعض الناس، وطبعا سيؤدي ببعض كبار السن بالتحديد الى مشاكل قد تؤدي الى الوفاه. وبالتاكيد طبعا حاليا العالم كله بيشهد الموجه الخامسه، ويمكن مصر طبعا داخله في هذه الموجه، وهتفضل في هذه الذروه وفي هذا التزايد لفتره. يعني عدة شركات أعلنت أيضا دكتور وائل عن بدء تجاربها السريرية على لقاحات مضادة للمتحور أوميكرون، برأيك هل من الممكن أن تسهم هذه اللقاحات في القضاء على كورونا ومتحوراته المختلفة؟ لا طبعا، حتة أن في لقاحات خاصة بأوميكرون بالتحديد، يعني دي كلها معلومات أو أخبار فقط تتداول، إنما ليس لها مدلول علمي. يعني هو طبعا اللقاحات هي نفسها حتى مع التحور اللي في اوميكرون اللي هو 33 الى حوالي 50 بروتين موجود في بروتينات الفيروس نفسه، لا توجد حاجه لتغيير اللقاح او لاعطاء لقاح من نوع مختلف، هي نفس اللقاحات بيتم اعطائها. واخذ اللقاح طبعا هيبقى الاصابه بتاعته متوقع انها تبقى اقل، من لم ياخذ سيصاب طبعا اوميكرون، وقد تاتي يعني بشكل خفيف، وده في الاغلب، انما طبعا في كبار السن بالتحديد بتبقى في مشاكل كبيره، حتى مع ان الفيروس نفسه ضعيف ويسكن، او يعني التحور خلاه يبقى في الجزء التنفسي العلوي اكثر من السفلي، انما ده في كبار السن ليس حقيقه، وبيأثر بنفس الطريقة لدلتا ودلتا بلس والمتحورات الأخرى اللي موجودة. وطبعا المتحورات كلها موجودة في كل العالم، يعني يمكن الأكثر انتشارا هو أوميكرون، بس كل المتحورات موجودة. نعم. إلى أي مدى من وجهة نظرك دكتور وائل الجرعة الثالثة المعززة بتعتبر ذات أهمية كبيرة، سواء بالنسبة لكبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك من أجل الوقاية من يعني المضاعفات الخاصة بهذا الفيروس، فيروس كورونا؟ طبعا هو أي حد بيصاب أو بياخد اللقاح الجرعة الأولى أو الثانية، في بعض اللقاحات اللي هي تحتاج جرعتين، او لقاح الجرعه الاولى في اللقاح الخاص بجونسون، لا يعني انه يعني في امان تام، او ان هو هياخد مناعه مدى الحياه، هي هتبقى مناعه مؤقته، سواء كانت اصابه بالفيروس وشفي منها او باللقاح. ففي الاول لازم كل الشعوب تصل الى 70 او 80% من اللقاحات في اي مكان، لان دي المعدل الامن. تطعيم بنتكلم على 7 مليار نسمه في العالم، يعني وطبعا 70% من اي شعب. ثم يتم يعني توجيه بقى اللقاحات مره اخرى لكبار السن والاطقم الطبيه بالجرعه الثالثه زي ما حضرتك اشرت. يعني أشكرك جزيل الشكر دكتور وائل صفوت، مستشار الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.